مساء الخير، اليوم ان شاء الله هعمل معمول في جهاز الوافل. مقادير العجينة: كاسة سكر، 4 بيضات، 4 ملاعق من الحليب البودرة، 3 ارباع الكاسة زيت او سمن او زبدة، عندي رشة فانيليا، ملعقة بيكنج بودر، والدقيق حسب العجين. عندي الحشوة حتكون تمر منزوع النوى مهروس مع بهارات المعمول والهيل والقرفة. العجينة قوامها مرة لين، أخذ قطعة منها وأحشيها بالدائرة من التمر، أكورها زي كده. بخيت بخاخ الزيت على الجهاز حق الوافل وسخنته، هضيف دحين حبات المعمول.